السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النشرة المهمة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب خلال مساء يوم الخميس والأيام القادمة لآخر توقعات والمستجدات الحالة الجوية بالمغرب ولليل. فما زالت التساقطات المطرية إن شاء الله ستتواصل هذا الأسبوع على العديد من مناطق المملكة، وسنعطيكم المناطق المعنية بالتفصيل. فقبل الأخذ بالتفاصيل، لا تنسوا دعم لايك والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات. يتوقع أن تكون الرياح القوية في الفترة المسائية على مناطق الصويرة وأسفي، وكذلك الرياح الغربية متوقعة. وقد تسرعت الرياح يا إخواني الكرام إلى 60 كيلومتر في الساعة على الصويرة وأسفي، كذلك وعلى زقورة وأسمرة وطنطان والأقاليم الجنوبية للمملكة. ومن المتوقع إن شاء الله أن تبقى الأجواء نسبيا مستقرة إلى قليلة السحب، لكن احتمال إن شاء الله أن تأتي اضطرابات جوية محتملة مع احتمال سيطرة البلوك القوي تبلغ قيمته 129 هكتوباسكيل. لكن إن شاء الله ننتظر التحديثات الجديدة إن شاء الله يبتعد هذا المرتفع الجوي كما تشاهدون. فبدأ يبتعد هذا المرتفع الجوي خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة خلال توقعات الأيام القادمة بعد دخول بعض العواصف الرعدية على العديد من مناطق المملكة في آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية. وتشير النماذج إخواني الكرام لما احتمال اضطرابات جوية يوم الأحد بعد التساقطات المطرية الرعدية المتوقعة على مناطق تينغير وتبانج آسول إملشيل تومفيت وكذلك ميدلت ومناطق ميسور سكورة متاز وإيفران، وكذلك مناطق إن شاء الله عاطف وطط الحاج وتهلا. أمطار رعدية ضعيفة محتملة إن شاء الله كما تشاهدون، بعض العواصف المتوقعة كذلك على إيفران سكورة متاز قد تصل حتى والماس وميدلت وتومفيت وإملشيل وكذلك تبانت وأزيلالا وأوكيمدن. أمطار رعدية متوقعة يوم الأحد، وسوف تستمر هذه الصواعق الرعدية إلى الأيام القادمة. سنقدم لكم بالتفصيل المرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا آخر التفاصيل والمستجد خلال يوم الأحد. خلال يوم الاثنين يتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة باضطرابات وأجواء رعدية محليا، ويتوقع أن تشهد تساقطات مطرية قوية على مناطق من تانوت وتارودان مناطق أمزميز وأوكيمدن والتلوين والتازناخت وإن شاء الله إغرم وتارودانت وتافراوت. أمطار حاضرة كذلك على ورزازات وتازناخت وإملشيل أكادير بوشيبة وكذلك أنت إن شاء الله وبني ملال إملشيل وأزيلا الله، وتساقطات على أسول وتوفيت كذلك مناطق وطط الحاج وخنيفرة والراشدية وكذلك غرامة، تساقطات مهمة بحول الله. أمطار متواصلة على مناطق سكورة مداز وإفران وكذلك مناطق والماس باضطرابات جوية رعدية متواصلة على مرتفعات كذلك الريف، وسوف تصل هذه الاضطرابات الجوية حتى مناطق ساقن وأكنول وساكا إن شاء الله كما تشاهدون. اضطرابات جوية رعدية إن شاء الله متواصلة. وخلال توقعات يوم الثلاثاء فيتوقع أن تكون الأجواء كذلك غير مستقرة بدخول اضطرابات جوية متوقعة على مناطق طرفاية وكذلك العيون وبوجدور بأمطار رعدية متوقعة إن شاء الله، وتساقطات مطرية محتملة على مناطق إغرم إن شاء الله وتلوين وطاطا من تانوت بداية من يوم الثلاثاء في الفترة المسائية. أمطار رعدية جد معتبرة على مناطق التالية: على مناطق تينغير وتبانت وكذلك إملشيل وآسول زود شيخ تومفيت خنيفرة زادك بني ملال واتزم وكذلك غرامة والريش وكذلك إفران وسكورة مداز. أمطار وزخات رعدية متوقعة هذا الأسبوع. ومن المتوقع كذلك يوم الأربعاء أجواء غائمة على مناطق العيون قد تعطي بعض التساقطات المطرية، ويتوقع خلال يوم الأربعاء أجواء غير مستقرة باضطرابات جوية رعدية متوقعة على المرتفعات الحوز وعلى أوكيمدن وأمزميز إمنتانوت وورززات وتينغير قلميمة وآسول وإملشيل وتومفيت وكذلك مناطق إغرم وتافراوت وقد تصل حتى أيتباها. أما بالنسبة للتوقعات البعيدة المدى فتشير لاحتمال
خلال استمرار العواصف الرعدية والأجواء الغير مستقرة، ويتوقع بإذن الله تساقطات مطرية حاضرة على سكورة مدتاز وإفران وميدلتا وبطة الحاج، وقد تصل حتى ميسور إن شاء الله وإملشيل آسول والريش وغوراما وكذلك تنغير وتباينت وبرززات وأوكيمدن أنزميز إمتنوت. تساقطات مطرية رعدية قوية محليا. وبالنسبة ليوم الجمعة أجواء غير مستقرة بدخول عواصف رعدية هذا الأسبوع واستمرارها على العديد من المناطق المملكة والمناطق المعنية مشاهدين الكرام بهذه العواصف الرعدية، فهي ورزازات وآكس وكذلك مناطق أوكيمدن وتنغير وكذلك تبانت وآزيلال إملشيل وآسول وقلميمة والراشدية وقوراما، كذلك الريش وتوفيد زود الشيخ بن ملال وميدلت وخنفرة. وتساقطات رعدية محتملة على معتركة وميسور وسكورة متاز وإفران وولماس. أجواء غير مستقرة على عاطف مع أمطار الرعدية وكذلك تندرارة وبعرفة إن شاء الله، وإقليم فيه سوف تعرف تساقطات مطرية محتملة مع اقتراب منخفضات الجوية الأطلسية خلال الأيام القادمة. فغالبا ما تدخل المنخفضات الأطلسية أواخر شهر 9 أو منتصف شهر 10، فيحتمل إن شاء الله خلال الأيام القادمة أن تشهد المملكة بحول الله أن تدخل اضطرابات وكذلك احتمال دخول منخفضات جوية أطلسية. وبالنسبة لتراكمات الأمطار ولله الحمد فالأمطار إن شاء الله متمركزة على المناطق الشمالية أو الشمال الشرقي للمملكة. أمطار عاصفية في بعض المناطق قد تكون من مستوى أحمر، لكن إخواني الكرام بالنسبة للنموذج الأمريكي GF22 كيلومتر فيشير إلى الأجواء التالية. خلال يوم الجمعة فيشير النموذج الأمريكي لأجواء مستقرة مع سيطرة البلوك القوي، بينما سوف يبتعد هذا البلوك القوي، فاحتمال سنعرف من سيتغلب، هل المنخفضات أم المرتفعات. إذا تغلب المنخفض على المرتفع فغالبا سيبتعد المرتفع ويدخل المنخفض إلى المملكة. أما بالنسبة لتوقعات يوم الأحد يشير نموذج الأوروبي لاحتمال أن تكون كذلك الأجواء مستقرة مع احتمال بعض العواصف الرعدية المتوقعة وأجواء ممطرة على الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمرتفعات الحوض ستعرف عواصف رعدية متوقعة مع احتمال تسلل جبهات ممطرة على مناطق التالية. يوم الأربعاء يشير النموذج الأمريكي على مناطق وجدة وبركان والناظور والتريبش والحسيمة وإساقن وأكنور وتونات وقرية أبو محمد وتالة وفاس. وبالنسبة للدار البيضاء والرباط والمناطق الأخرى فما زالت الأجواء صافية إلى قليلة السحب مع استمرار هذه الاضطرابات الجوية على مناطق معتركة كوطة الحاج وميسور، رغم أن التوقعات نسبيا بعيدة وقابلة للتغيير. وبالنسبة كذلك لتراكمات النموذج الأوروبي خلال الأيام القادمة، يشير النموذج الأوروبي احتمال تراكمات جد مهمة على العديد من مناطق المملكة خصوصا الشمال الشرقي على وجدة والناظور والحسيمة وتوريت وتازة وكيكو وتد الحاج وميدلت وبعرفة، واستمرار إن شاء الله هذه الاضطرابات الجوية إن شاء الله خلال الأيام المقبلة. آخر تحديثات نماذج الطقس العالمي.